مباراة متكافئة من أولها. جامعة حورس بتتقدم، جامعة طنطا بتتقدم، الماتش رايح جاي من أوله. هي مشكلة النهاردة الاتنين مستواهم قريب من بعض جدا. ما نقدرش ننكر إن جامعة طنطا عندها خبرة أكتر، ولكن جامعة حورس مركزين. الحمد لله قدرت أجاوب 7 إجابات صحيحة في تحت الضغط، وده خد نقط فريقة الضعيف. وجهات خطفت 25 نقطة في ثانية بالجولدن جول، هدف الذهبي. القاهرة الهدف الذهبي. وتقدمت جامعة حورس. كان الله في عون الجامعتين على أعصابهم. خلينا نشوف الماتش الغريب اللي في المجموعة الثالثة ده هينتهي ازاي.